السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه عالم ام يارا. اليوم غدا نحضروا الكتف محمر بالبرقوق، كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. على بركه الله ندوزوا المقادير. عندنا معلقه كبيره ديال السمن، معلقه كبيره ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال القرفه، عندنا الملح لحسب كل واحد، عندنا الثومه، انا حكيت اخت الثومه كامله تكون متوسطه، حكيتها كامله، وعندنا شويه ديال الربيع، وعندنا ضامه ديال الزعفران الحر، عندنا شويه ديال البزار، وعندنا معلقه كبيره ديال السكينجبير، عندنا الماء، وعندنا الزيت الرومي وزيت العود، وعندنا الكتف. ندوزو نحضرو. غادي ناخذو الثومه، السمن، بزار، سكينجبير، الخرقوم والملح وشويه ديال القرفه والتحميره. غادي ناخذو الربيع، غادي ناخذو طامه ديال الزعفران، غادي ناخذو شويه الماء، نحكم مزيان، نخلطو، نزيدو شوية. غادي نجيبو الكتف ديالنا. أنا كما كتشوفو أنا فلحتو شوية باش يدخل لينا هاد القامة اللي غادي نديرو الكتف ديالنا، وغادا نبقاو نمرمدو بحال هكا، ندخلو فيه هاد القامة، نجيبو هاد كتكون في الكتف، أنا قسمتها صافي، غادي نردوه فوق البوطه. انا ما غاداش ندير الزيت حتى تشرب لينا هاد القامه هذه، عاد كنزيدو الزيت. كما كتشوفونا رديته فوق البوطه، دابا غادي نخليوه حتى هذيك القامه توالم لينا مع الكتف ويشرب لينا هذاك الكتف القامه، وعاد نزيدو الزيت. دابا حنا غادي نقلبوه بحال هكا، يقلبوها ثم نخليهم حتى يشرب لينا هاد القامة هاتي اللي درنا ليه. بعد ما شرب القامة دابا غادي نزيدو الزيت بحال هكا، وغادا نديرو ليه بحال هكا، وغادا نقلبوه صافي، ونخليوه شويه ونزيدو الماء. نزيدو الماء صافي، وغادي نخليوه حتى يطيب لينا. كما كتشوفوا انا وضعت البرقوق في الماء، غادا نديرو فوق البوطه حتى يطيب لينا البرقوق، وغادي نعسلو، غادا ندير شويه السكر شويه القرفه. بعد ما طاب لينا البرقوق ديالنا زدت فيه السكر السنيده وزدت فيه القرفه، دابا غادا نخليوه يتعسل. كما كتشوفوا هو الكتف طاب لينا، دابا غادا نخليه شويه نقاول نوريكم الشكل النهائي ديال هذا. هو الشكل النهائي ديال الكتف ديالنا، كنتمنى تجربوه، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.